صباح الفل، يا صباح السكر، يا صباح العسل، وحشتوني. انا لسه صاحيه دلوقتي وقمت على احلى فطار من احلى امه واخته واحلى حاجه في الرحله دي كلها. ربنا يخليها لي رب ويديم بينا الخير كله والحب كله. بصوا، عامله لكم كوبايه شاي ولبن ازاي، وبسكوت ينسون بقى، ودلع الدلع الدلع. انا مدلعه هنا قوي معاها، والله والله مدلعاني احلى دلع. نفطر ونشوف هنقضي يومنا ازاي. صباحكم فل. بصوا بقى، انا البتاع دي هموت واجربها، فاحنا جبت شويه ريالات كده وهنجرب نسحب اي حاجه منها احنا ونصيبنا. بصوا، انا لقيت معايا 6 ريال فهجربهم اول. 2، ماشي، ثواني كده، 2، 3، 4، كده 4 ريال، وده 2 ريال، يبقى كده 6 ريال. مش 6 ريال، عايزة بقى 27. نزلت. والله الفلاح لما بيتمدن بيودي نفسه في داهية. جبت شوكولاتة. يا مساء عسل، يا مساء سكر، يا مساء هنا. انا رجعت خلاص، مش رجعت، انا لسه في مطار جده وخلصت الحج الحمد لله على خير. جبت للولاد، انا ما جبتش اي حاجه خالص، يعني مفيش اي حاجه انا اشتريتها نهائي. انا جبت لهم وجبتين من البيك بس، وليه نشوه ما جبتيش، عايز اتكلم معاكم شويه. اولا، اول حاجه انا بشكر اهل السعوديه الكرام طبعا على دول، وانا داخله المطار كانوا بيوزعوا فاعطوني دول. المهم، ففكر ان انا كان معايا 2، فكر ان انا معايا حد، يعني عشان كان في حد، ففكر ان انا كان معايا حد فاعطوني 2. المهم بقى، فايه عايزه اقول لكم، انا نشوى انت فين من زمان، وانت جايه تصورنا وانت داخله وانت خارجه، بس طب الاسبوع ده كله فين؟ لا، ما كانش فيه مجال خالص التصوير بصراحه. مش اني نشوى، لا، انا بصور كل، يعني تعرفين اني بصور كل حاجه، ومش بس كان صعب، ما كانش اصلا في احساس انك تسوق. ايوه، كان نفسي اوثق كل لحظه انا فيها، كل تعب، كل فرحه، كل متعه، كل حاجه كان نفسي اوثقها كلها، ده حقيقي. بس ما كانش عندي قدره ان انا اعمل اي حاجه، كان مشقه مشقه مشقه. فالحمد لله اني قعدت على خير، الحمد لله، وربنا يكتب لي الاجر ويجعلني كده يا رب مقبوله لدي. عملت ايه النشوه؟ بصوا، انا خلاص خلصت الاسبوع بتاعي، ودلوقتي في مطار جدة وهمشي، بس ما عملتش اي حاجة تانية خالص، ما نزلتش، ما رحتش السوق، ما رحتش اي حاجة، خلاص ربنا. حتى الحرم انا ما رحتوش 3 4 مرات على بعض، لان كان الاسبوع كله مناسك، يعني حاجات 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 وحاجات وحاجات طبعا الحجاج عارفين. فربنا يسر الامر، والحمد لله ان انا خلاص هروح. طبعا ولادي وحشوني قوي 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 قوي، والبيت كله وحشني، والدنيا كلها وحشاني يعني. وبس البيك هو ورايا، انا للاسف ما كنتش عارفه ان في بيك في المطار، فجبت بيك وانا ماشيه في الطريق، لكن البيك ورايا. فرحانه ان انا مروحه، الحمد لله. طبعا طبعا دايما ببقى زعلانه ان انا بسيب مكه وبمشي، ده حقيقي، بس الحمد لله خير خير يعني. خلاص كده هروح بحكي لكم هناك انا عملت ايه. يلا بينا، يلا. عايزه اوريكم بس رد فعل علي لما يشوفني، فانا لسه اخرج اشوفه هيشوفني ولا لا. انا خايفه اصلا ما الاقيش علي واقف بره. لا ميرسي،
تعالي اهو. هو ما شافني جره ليه؟ الراجل لما شافني جره. اغرب رد فعل شفته في حياتي. والله جره بعيد مش جره عليا. راجل حنين الرزق يا اولاد. طب جره بعيد ليه؟ انا بخوف ولا ممكن يعني بيلف عشان يستقبلني؟ اول مره في حياتي حد يستناني. مبتسم اهو، منشطح منشطح. هو ما سلمش اصلا، عارف هو لو كان سلم انا كنت قلت والله ما سلم اصلا. لا يسلم. انت شايف ست انا مش شايف. ما حد يقف هنا. ماشي يلا. دورتي. بجد؟ ربيت عقلي. يا حنين انت يا حنين، بص اول ما جري جري على البيك، بصوا احلى استقبال والله والله العظيم. ايه ده؟ ده انت غسل العربيه بقى. ايه ده؟ شغل بصي والله والله العظيم نورتي. طب وقف كلمني انت، ايه اديتهولي يعني؟ انت حاطته ايه؟ مش فاهم. رد فعلك غريب قوي يعني، انت جايب ورد وجاي مش تبص لي، جايب ورد وجاي ودخل تحمل الشنطه. شفت اللي فتحه؟ لا والله ما شفت لايف. لا ما تعرف اني جايبه؟ لا والله العظيم. الناس في اللايف. ماشي. وقبل اللايف قطع على طول. خلاص يلا بينا. انت غريب. لا انا مش ماسكه حاجه، المفروض يديني ورد يديهولي. لا بيديني ورد. عربيتي وحشتني. السلام عليكم. جايب لي ايه؟ جايب لي ايه؟ بس هتديهولي وتبص في وشي ولا هتديهولي وتمشي؟ العساكر كانوا واقفين في الكاريبي. انت يا اما العساكر واقفين محروق هناك، يا اما محروق هنا. طب امانه انت شفت حد دخل الحته اللي انا دخلتها؟ لا. انت بقى شويه كارتات اهو، انت جايب لي سندوتش؟ اه. يلا انا ميت من جوه. بجد؟ وانت حاجات اللي انت بتحبها اكيد ما كنتش لاقيها هناك. لا. صح؟ جبت لي ايه؟ بس حلو ده، هدى بس من الحاجات دي. انت جبت لي ورد؟ انت عمرك ما عملتها؟ مش عارف، بس كان نفسي. طب ما انا على كده هسافر كل اسبوع. بص ايه ده كل الحاجات دي؟ ده قيمتك يعني؟ بس انت فرحان؟ اه والله بجد؟ اقسم بالله الناس كلها اصلا قاعدين يقولوا لي انت من ساعه ما نشوه مشيت انت مش عارف تقعد. ماسكين لي كده وقت سهل. طب ودلوقتي؟ لا الحمد لله. جايب لك سندوتش تعالى ناكل سوا. عايز اقول لكم اول مره في حياتي اشوف علي عينيه مدمعه. حقيقي انا هو ما عيطش وانا مسافره، المشكله انه عيط وانا راجعه، فدي يبقى معناها ايه؟ انت زعلان ان انا رجعت؟ ما بلاش انا استحمل الصدمه ان انا اشوفك تاني. بجد اول مره اشوفك، اول مره اشوف علي عينيه مدمعه كده، كل ده عشان انا جيت يا باي. انت فرحان بسندوتش البيت. احنا عايزين نعرف سعادتك شعورك ايه؟ استنى بامانه من غير بدون مجامله. طب انت بشعورك قلت شعورك ايه صح؟ اه. وماسكه البوكيه الورد يعني هقول ايه تاني بقى؟ ايوه انت شعورك ايه؟ انت بتحور في السؤال ليه؟ انا بسال سؤال، ايه شعورك؟ انا مبسوط. بايه بقى؟ ان انت جيتي. اشمعنى؟ بتقول الكلام اللي كنت بتقول الوقت. لا انا اقول ايه؟ الله؟ طب عشان هقفل التليفون. في حاجات تتقال قدام الكاميرا. خلاص هقفل التصوير. 99% ما يتقالش. ماشي هقفل التصوير. قول بقى كنت بتقول ايه؟ شغال. شغال والله. دي الكلام انا ما سمعته من ايام الخطوبه. او يمكن ما سمعتوش خالص اصلا. وهي برضه قاعده تقول لي كلام حلو قوي. ما قلتش لي كلام حلو يعني؟ انت تقول كلام حلو وانا صدق؟ انا انت تقول لي كلمه اقول لك 10. انا عمال ما بحبش حاجه تجي بره. صح. عادي يقول لي انت وشك حلو وشك حلو وشك حلو. ان شاء الله منور جدا ما شاء الله. بجد؟ والله بجد. نورت مصر. منوره بك يا علي. والله منوره. والله منوره بك. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. الصوري والله مساحه حلوه. وشي. طب استنى. والله الراجل ده مدلعني النهارده يعني الساعتين اللي انا جايبهم. اولا عمل والله العظيم والله عمل اربع حادثات موت يعني. والله انا طالعه بالموت. انا لولا ان انا حاجه بيت الله انا كان زماني مت من زمان. والله استنى. العظيم شهدنا بجد. الحمد لله شهدنا على بجد والله العظيم انا كان زماني مت. عمل يا جماعه احنا ماشيين قاعدين بنحكي مع بعض وبنحكي وكنت ماشيه تقريبا على لا الراجل لا لا والله ما حصل. الله. انا هحرجه. احرجك؟ هو هحرجك. بص ماشي هعمل فيها ان هو ايه.
شمال عاش. ايوه حبيب ابو صاحب. ايوه قاعدين بنتكلم. عادي كلم كلام مش ليا عليه اصلا ولا عليا. بجري بعزبي. وبعدين عادي يبص لي قال ايه يعني قال ايه بيسبل لي فبيبص ويلف وشه قوي عشان يبص لي يعني ويقول لي كلام حلو. فجاه قام داخل في مطب. طلعت مطب يا جماعه مش مطب ده بسطه. والله عامل زي البسطه. دماغي دي قامت لازقه في الساق انا قصيره اصلا والحاجه اللي على الطابلو نزلت على حاجتي. خلصنا قعدت انا بقى قلت له ركز بقى في السواق فضل ماشي يجي نص ساعه كويس بعد النص ساعه كويسين دول اخد ست مطبات مره واحده تكي 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 وانا كل ده عارفين الايه انا كل خوفي مش من مطبات وهو اللي خايف على ربي انا ولا خايف انا ظهري ظهري بس انا بنزل على ظهري بنزل على ظهري انا كده بلينهولي بتلينهولي المفروض بعد الحادثات دي بعد يعملوا لي ظهري على سوسد والله العظيم المهم يعني فده الراجل ده والله العظيم عامل معايا واجب بقى ونزل اللي جاب لي فل مش عارف اقول له ايه بقى مش عارف نورت والله العظيم وجاب لي كابتشينو شربه مني بس ربنا نورت نورت ايه والله والله على اللي فكرت يعني بامانه الساعه اللي انا قضيتها معاك من ساعه ما نزلت من المطار بامانه بكل صدق انا فكرت ان انا ليا كل شهر اسبوع في حته هرجع لو هرجع عليك كده والله يا جماعه حد ياخدني عنده اسبوع ياخدني انا صح لا ما حدش شغال عليك لا حد ياخدني ما اقولش ربنا اللي مين اللي هياخدك يعني يعني انا ستات اصحابي هياخدوني عندهم انت ليك حد راجل صاحب هياخدني ما فيش حد هياخدك هيشحت هو وانت وهو من مراته ما جايز يبقى عازب عازب هيبقى بيصاحب بنات طيب انا شو انا عايده صح اه جاب لي كابتشينو واعطاني فلوس وجاب لي حاجات حلوه صح عقبال العوده ان شاء الله يا ده مصدق راجل نفسه يخلص منه بس والله عشان تصدق وشي برده حلو منوره والله العظيم بره الفول اللي انا جايب الفول ايوه كده ده مين لبن لبن احنا بنص الليل ازيك يا ولد وحشتوني جيتلكوا من السعوديه اهو بقالي اسبوعين غايب معلش هو يا جماعه وراح يجيبها من المطار بس ودعتلكوا هناك بس كل مره تبقى لا والله المره دي بص انا عامل حاجات قليله جدا على قد امكانياتي انت شايفاه بصوا يا جماعه احنا عندنا طقوس لا تتغير هي الاكل طب عايزين يا جماعه هنا ازيك يا ابراهيم ايه رايك جاي على بقى ماشي بتاكل ابراهيم روح بقى ابراهيم انت تاكل معايا نفسي ما بقتش والله من الصبح هتاكل بسم الله من الصبح ده انت بجد حاجه بامانه وحشك الاكل البيت جبت لكم ايه بقى ورينا كالعاده جبت لكم يا اولاد بيك ابراهيم متحمس البيك ده جدا اول مره بيجي اكل صح تعالوا انا اكل ايه الجمال ده ايه رايك جامد تعال والله بس حلو قوي الاكل انت دخلت حاجه مين ما حسيتش ايه يا سيدي انا بقول لك شوفي كنت من غيرها مش انت وحش
كل شويه تقول لك يا بنتي مجوعه مجوعه ما باكلهاش عشان ماما مش هنا. الست ولا هيما اهو فين طفله مصيمه بس حاجه والله خدتوا لي فطار قليل.